أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الدعم والمساندة لمسارات العمل البرلماني الخليجي المشترك والدفع بها نحو مزيد من التنسيق الثنائي تجاه القضايا الداعمة لتنمية وازدهار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها المملكة. هذا وترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الخليجية، وأكد معاليه على تنامي أطر التعاون والتنسيق البرلماني بين البرلمانات والمجالس التشريعية في دول مجلس التعاون. احتضنت مملكة البحرين الاجتماع التنسيقي للبرلمانات الخليجية على هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 للاتحاد البرلماني الدولي بحضور رؤساء وممثلي البرلمانات الخليجية المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، الذين أشادوا بالجهود المخلصة التي تبذل لدعم ومساندة العمل البرلماني الخليجي. لدينا اجتماع خليجي لدول مجلس التعاون للتنسيق وترتيب مواقفنا فيما يتعلق بهذه الأجندة، والحمد لله نحن بيننا توافق تام. طبعا مثل هذه المؤتمرات هي مؤتمرات مهمة جدا. اليوم نحن موجودين في الاجتماع التنسيقي التحضيري للمجموعة الخليجية، ونأمل من هذا الاجتماع إن شاء الله أن نطلع برأي موحد ونحضر للبرلمان الدولي. طبعا في بعض النقاط الطارئه او الطلبات الطارئه في الاجنده. هذا التعاون والتنسيق الدائم بين البرلمانات والمجالس التشريعيه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه لم يكن وليد اللحظه، فلطالما وحدت البرلمانات الخليجيه كلمتها التي رسخت الادوار الفاعله التي تقوم بها وحضورها الايجابي والمهم في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. في تحديات كثيرة اليوم في العالم، منها تحديات اقتصادية، منها تحديات الأمن الغذائي، منها تحديات المناخية والبيئية، والحمد لله يعني تشكلت لجان في المؤتمر اليوم، وأنا من ضمن اللجنة الشبابية البرلمان الشبابي، واليوم نلاحظ أن الشباب لهم دور كبير وفعال في البرلمانات وفي العالم السياسي. كان هناك اجتماع خليجي عقد اليوم، وتم الاتفاق فيه على تنسيق في مشاركة الدول الخليجية في اللجان، وتم ترشيح بعض الأسماء لعضوية هذه اللجان، وكذلك تم التنسيق بخصوص البيان الختامي بخصوص البند الطارئ في البيان الختامي. تكامل وتشاور دائم بين البرلمانات الخليجية أثمر عن عقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية والمشتركة من أجل توحيد المواقف والرؤى تجاه الموضوعات التي تعرض للبحث والنقاش في الاجتماعات البرلمانية الدولية التي تسهم في الدفع نحو مزيد من التقدم والازدهار والتنمية في الدول الخليجية. يأتي هذا الاجتماع الخليجي والذي ينعقد على هامش اجتماعات الجمعية للاتحاد البرلماني الدولي للتأكيد على أهمية استمرار واستكمال مسيرة التعاون وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع مواصلة وضع السياسات المشتركة حيال واتجاه مختلف القضايا. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.